أكثر تعليق ازعجني وأكثر تعليق يزعجني هو فاش كيكون فاش كيوصلني تعليق يشكك في علاقتي بالله. هذا هو أكثر تعليق يزعجني، حيت كنعتبر نفسي من الناس المؤمنين اللي عندي إيمان راسخ، وكنعتبر نفسي من الناس اللي عندهم عندي واحد مجموعة من الأفكار اللي شوية تقدر تصدم الجمهور وتقدر تصدم الناس، ولكن أنا إنسانة علاقتي بالله علاقة جميلة جدا، وما كيعجبنيش شي واحد يشكك فيه. كينتقدوني الناس بزاف لأنني ربما مختلفة شيئا ما على 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 الركب، ولا مختلفة شيئا ما على على اليوتيوبرز الآخرين. كينتقدوني بزاف لشكلي، ربما لأنني شوية يعني ما عنديش مشكل مع الجسد ديالي. ربما كينتقدوني كذلك لأنني الفكرة اللي كتجيني في راسي كنقولها دون يعني ما يكون عندي حسابات والخوف من أنه الناس اللي كيتفرجوا فيا يتصدموا إلى آخره. الفكرة اللي كتجيني في راسي كنقولها بكل تلقائية. بعض اليوتيوبرز ولا اليوتيوبرز الآخرين كنحس بهم كيخافوا شوية على صورتهم أمام لي زابوني ديالهم. أنا ما عنديش هذا المشكل، دونك كنقول مع راسي أنا هي هادي، اللي بغى يتقبلني مرحبا، واللي ما بغاش يتقبلني شغل. هذا عندي بزاف ديال اليوتيوبرز، خفت لنظلم شي وحدة، ولكن كتعجبني بيتي بيوتي من أفضل اليوتيوبرز اللي كنستافد منهم. كتعجبني سوما بزاف بزاف. دايوغ هاد الناس اللي غنقولهم هما ناس كنهضر معاهم دائما، يعني ناس اقرب لي في الشخصيه. جيهان ايفريثينغ ويت جيجي كذلك من الناس اللي كنتبعهم بزاف. ناري خصنا نظلم شي وحده، المهم بزاف ديال اليوتيوبرز كنتبعهم وعزاز عندي اللي كيكونوا قراب لي فلاج وقراب لي حتى في لو مود دو في. انا ما يمكنليش ننتقد هاد النوع ديال اليوتيوبرز اللي كيهضروا بلهجات اخرى. علاش؟ لانه كنعتبر انه اللهجه هي مجرد، ولا اللغه هي مجرد وسيله للتواصل. يعني اذا كانت اللغه العربيه ستؤدي الغرض انه هاد اليوتيوبرز يوصلوا فمرحبا، اذا كانت اللهجه البيضاء كذلك فمرحبا. انا ما عنديش عليهم نهائيا حتى شي عتاب. والمغربيه يعني المغربيه كوطنيه وكاحساس هي مساله ما يمكنش شي واحد يراهن عليها، لمجرد اننا حنا كنهضروا بلهجه مختلفه على اللغه، يعني اللهجه المغربيه الدارجه. فوالا ما عنديش صعوبه انني نكون صداقات، بالعكس انا صديقه للجميع. انا انسانه اجتماعيه بزاف بطبعي، ولكن فرق ما بين الصداقه يعني السطحيه وما بين الصداقة القوية المتينة. أنني نكون صداقة قوية متينة صعيب بزاف، صعيب، لأنه أنا ترو كوريكت وما كنحملش الكذوب وما كنحملش المراوغة وما كنحملش بنادم عنده بزاف الوجوه. دونك كنحس أنه باش تكون عندي صديقة ديال الصح صعيب شوية. أنا الناس اللي ما كيعرفوش عليا أنه أنا أكثر إنسان عصبية ربما أطلقوا بها في حياتكم. انا ماشي مثاليه نهائيا، بعيده كل البعد عن المثاليه. بالعكس انا كنتعصب، كنبكي دغيا، كنفرح دغيا، مودي الاقصى حد، مزاجي الاقصى حد. والجانب اللي ما كتعرفوش هو انني انا ربما كنبان للناس بزاف انني منظمه، ولكن انا ماشي منظمه نهائيا. بالعكس انا بويميان في حياتي، كتعجبني شويه الفوضويه في التفكير وفي الحياة. أنا بنت الشعب، أنا أكثر من بنت الشعب، أنا إنسانة كنتمي لأسرة ولعائلة عادية جدا، ونقدر طبعا نقدر نعس في أي بلاصة، ناكل في أي بلاصة، ما عنديش مشكل، ولكن عندي شوية ديال ماشي الشيكي نهائيا. ولكن مثلا أنا مثلا ما نقدرش ناكل مع شي واحد كياكل في نفس التبصيل بيدي، ما نقدرش. ماشي لانه انا في العياقه ولا شي حاجه، لانه انا تعودت انني واخا مثلا دارنا يقدروا ياكلوا في تبصيل واحد ماشي مشكل، ولكن انا كيعجبني ناكل بوحديتي، ما ناكلش مع الناس. وشويه صعيب نعاسي، دونك ما نقدرش نعس في اي بلاصه، ما نقدرش نعس على اي مخده. عندي شويه ديال داك الجانب اللي شويه صعيب فيا، ولكن انا انسانه عاديه جدا. نقدر نمشي للجبال، نعس في الارض مع الناس، ما عنديش مشكل.
كنشكر بزاف موقع لالا بلوس على اتاحتي الفرصه انني نعبر على رايي ونقرب الناس مني اكثر ويتقربوا من شخصيتي اكثر. كنشكر بزاف الساهرين على هذا الموقع وكنشكر جميع المتابعين ديالي وكنقول لكم بوسه كبيره.